حاجتها حلوه 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 زيها. ندى منصور انتي منورانا. ميرسي. المفروض ان ندى كانت هتبقى طبعا في الفقره الاولانيه حسب ما احنا، بس طبعا مطره بقى والدنيا واقفه والحياه هايصه وهي تايهه يعني جايه من بلاد بعيده البنت. نورتينا. ميرسي. بيزك او بيزك اونلاين ستور. يس. ده اسم البراند بتاعنا. او اوكي. طيب عايزين الاول قبل ما نتكلم طبعا معاها، احنا معانا 6 اسايم شراء كل قسيمه ببيس بقطعه. طيب عايزين نتكلم عن الحاجات بتاعت حضرتك. اوكي. احنا شفنا انه بيزك من الصفحات المواكبه للموضه قوي على الف شت. حاجات الواسعه، حاجات المش. اتفضلي بقى حضرتك. ولا حاجه، هو انا بعمل حاجات من اول بلين تي شيرتس، الحاجات الساده خالص، لحد الحاجات الفير والايفنينج وير، الفساتين بتاعت بالليل والجاكيتات الفرو اللي الناس مش عارفه تشتريها باسعار عاليه. بس الفرو ده انت بتجيبيه من بره ولا من لا هنا؟ من هنا، كل حاجه هنا، برودكشن هنا وبصنع هنا والقماش من هنا، كل حاجه هنا. انت لابساه ده هنا؟ كله هنا، كل حاجه هنا. ما هو الفكره بس ان كل الناس اللي بتفتح اونلاين ستورز بتعمل حاجات فيها فكره سوفيستيكيتد قوي، يعني كل حاجه مكعبره قوي، يعني مفيش حد بيعمل حاجه عاديه. ما حدش بيعمل حاجه بيسك، الحاجات البيسك، الحاجات اللي بنلبسها كل يوم، اللبس بتاع زارا، التيشيرتس اللي احنا بنروح نجيبها من زارا، الجاكيتات. بس يا ماما ده كل دي اعلانات بقى، بس انت عماله تاكدي على الاعلانات دي يا ماما. سوري. ولا يهمك. قصدي الحاجات اللي احنا بنروح نشتري منها كل يوم، اللبس بنجيبه بتاع كل يوم، ما حدش بيفتح محل اونلاين كده. الناس بتفتح حاجات اونلاين يبقى فيها فكره مكلكعه قوي يعني عشان يبيعوا، مع ان هي الحاجات السيمبل هي اللي شغاله. انت اللي مصممه اللي انت لابساه ده؟ بصي، هو انا الحاجات اللي بعملها دي بتبقى حاجات الترند، يعني الترند اللي شغال دلوقتي هو اللي انا بعمله، فالفكره ما بتبقاش 100% ديزاين بتاعي، هي بتبقى حاجات الموضه فانا بروح جايبه اللي ان قوي دلوقتي، ايه اللي الناس كلها عايز تلبسه، ايه الناس كلها بتدور عليه، وهعمل منه فكره. يعني مثلا الناس فرو وجلد، السنه دي فرو وجلد قوي، جلد قوي، فهدخل فرو مع جلد، ولا هكوبي 100% ولا هعمل ديزاين بتاعي 100%. بس عامه يعني البراندز اللي شغاله في العالم كله، الحاجات الانترناشنال اللي شغاله دلوقتي، الحاجات اللي هي بتبقى اول ما جوتشي سوري اول ما البراندز التنيهات بتنزل بحاجات ما مش العادي، يعني مش شايفه قبل كده، دي الحاجات اللي بتبقى ديزاين 100% هم. بعدين بيبقى فيه لاين بقى تصميمهم، تصميم مش موجود. والتصميم ده بيبقى حاجه فريده جدا من نوعها، لكن بالزبط. مش هتليق علينا احنا، او مش هينفع نلبسها كل بالزبط. يوم بالظبط. فانت قررتي ان انت تاخدي الفكره او الموضه بالزبط. العالميه وتحوليها بالزبط. لحاجه مصري او عربي نعرف نلبسها كل يوم، او نعرف نلبسها في اي حته. صح كده. أيوة. طيب هرجع تاني اللي انت لابساه، هو لفت انتباهي جدا ما شاء الله، فكره ان انا اعمل جلد بيلمع يعني مش مطفي على فرو، دي انت ما كنتيش شايفه ان فيها ما انا ما هو الستور بتاعي عامه بيعمل حاجات، هو اسمه بيزك، فهو مين ليه حاجته البيزك، الحاجات اللي هي اي حد هيلبسها. بس في حاجات دلوقتي في الوقت ده انا شايفه ان الناس كلها بقت بتحاول قوي تلبس حاجات مش العادي، اللي هي الليتكس، اللي هي بالظبط، فكله بيحاول يلبس حاجات اللي مش عادي، مش حد عايز يلبس حاجه عاديه، فبقى اللي مش عادي هو اللي عادي. يعني زمان ما كانش حد هيلبس حاجه زي كده، دلوقتي بقت البنات خصوصا الصغيره اللي هم متابعين على انستجرام بقى وكده بقى عايزين يلبسوا الحاجات دي اللي هي الديفرنت شويه. بس فانا بعمل لهم. طب معلش هي سؤال ما سالتوش لحد قبل كده، بس انت ازاي اسعارك رخيصه مقارنه بالحاجات التقفيل الجوده؟ انا حاجتي بختار الحاجات اللي هي مش محتاجه شغل كتير، يعني ده حاجه مش هتبقى رخيصه قوي عندي، يعني دي مش ارخص حاجه. الاسعار بتاعتي في العادي رخيصه جدا، لان انا بعمل حاجات تقفلها مش محتاج شغل كتير. فبجيبها الناس اللي هم اللي بيعرفوا يشتغلوا على الحاجات دي، فبيعرفوا يعملوا لي مثلا 100 واحده كميات. بالظبط. طب تعالي ناخد اول تليفون بقى. طبعا فضل. يا اسراء. الو، ازيك يا اسراء؟ الحمد لله. عامله ايه يا لولي؟ ايه القمر ده يا رب؟ حبيبه قلبي، ربنا يساعدك. شفنا الحاجات وانا بموت فيك يا روحي. شفنا الحاجات بتاعت بيزك. ما شاء الله جميله قوي. طيب يا روح قلبي خليكي معايا، مبروك علينا اول قسيمه من بيزك اونلاين ستور. هند. لسه هقول
افتكرتيها عطس هند. هنودة. هاي هنودة. الحمد لله، ازيك يا طنط رضوى؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، كل شايفتي نقولي طنط. انا بحبك قوي 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 كمان. ربنا يخليك يا حبيبتي هنودة. احنا شفنا الحاجات بتاعه بيزك. شفتها جميله جدا. لا معلش، ايه انت ايه اللي حصل في النص؟ معلش في حد كان بي اخويا الصغير. معلش بصيه، ومبروك علينا تاني يا سيما من بيزك اونلاين ستور. لسه مخضوضه وكده؟ لا خالص. خلاص ها؟ لا خلاص. هي كانت في الفصل بتقولي يا استنى متوتره جدا، فبقول لها قالت لي اول مره بتضحك على ايه؟ اول مره اطلع، فقلت لها ازاي شكت الدبوسات؟ قلت لها والله العظيم. يا رانيا، يا رانيا. الو، مساء الخير يا رنونه. مساء النور يا رضوى. ازيك يا رنونه؟ حبيبه قلبي، ربنا يسعدك. بموت فيك على فكره، انا بحبك قد الدنيا. بعشقك اقسم بالله. ربنا يخليكوا ليا. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. سنه سعيده عليكي وعلى كل الستات يا رب. يا رب على كل الستات. عجبتني قوي كل الستات. طبعا كل الستات. برنامج نسائي نسائي مش هزار. شفنا الحاجات بتاعت بيزك اونلاين ستور؟ جميله. طيب. جميله جدا ما شاء الله، تسلم ايديها. تسلم ايدك. طيب هي بتهديكي أسيمة، خليكي معايا، ياخدوا بيتك في الكنترول، نديها القسيمة ناخد بدلها قطعة. الألوان ايه بقى في الشتاء عند حضرتك؟ بعمل كل الألوان، كل حاجة. أنا بعمل كل الألوان عامة، عشان أنا بشوف إن الناس ذوقها مختلف تماما. ففي ناس بتحب مثلا تلبس الأصفر في الشتاء. أصفر؟ في أصفر. في أصفر في الشتاء؟ في أصفر. أصفر المستردة؟ لا، في أصفر، في ماستد، في كل الألوان دي. بس ده على البيج. انا بتتكلم على الحاجات اللي هنا؟ لا انا بتكلم على تصميمك عامة. لا انا عامة بستخدم كل الالوان، مش عشان حاجة، عشان انا بشوف انه انا بفل ان كل بملى اللي كل الناس عايزاه. صيف شتاء؟ صيف شتاء. كل الناس، ازن كل الناس، كل الاحجام، كل الاعمار، كل حاجة. بتلبسي حد كام؟ اكس 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 لارج. ما تهزريش والله. طب كويس ان احنا انت بتربي زبون بقى، خلي بالك دلوقتي عشان انا لا مش قصدي عليا انت بتتخضي كده ليه؟ لا انا عندي حد. طيب معانا مين؟ طب انا ممكن اقوم حاجه بقول بس ما ناخد التليفون، ممكن اقوم اشوف حاجه. شكرا يا استاذ. حاجات عندنا تعجبني جدا ولافت انتباهي من اول ما احنا اتشخلنا. حاسه بحاجه؟ لا شفتي شك الدبوس ازاي ولا كانك على الهوا ولا في موضوع. على فكره ده الفرو ده من مصر؟ من مصر. وانتي عاملاه ايه، دبل ولا عاملاه عادي؟ بيتبطن ستان. انتي مبطناه؟ عامله منه الوان ايه ده ولا ده لون؟ لا في كذا برنت. ما هو ده برنت على زيتي، في برنت ثانيه على بيج. يعني ال الفرو ده بيبقى كذا لون داخل في بعض، ففي كذا بقى باترن. وانتي جايبه القماشه كده على بعضها؟ أيوة ولا بجيبها لا بجيبها كده على بعضها. معموله. معموله. جايبه منها الوان ايه بقى؟ يعني ده مدي على زيتي، في واحد تاني مدي على بيج، في واحد مدي على ازرق. طب ناخد هدير، وعايزه اسالك سؤال خبيث كده، سؤال شيطاني كده. يا هدير. يا هدير. الو. هاي يا هدير. اي يا رودو، عامله ايه؟ ازيك انت يا روحي؟ انا كله تمام، انت عامله ايه يا حياتي؟ كل سنه وانت طيبه. هدير طيبة. هدير شفنا الحاجات بتاعت بيزك اونلاين. تحفه بتقول تحفه. تحفه قوي. طيب ماشي يا دودو، خليكي معايا. ليكي قسيمه هديه من بيزك، هتديها تدي بيزك الاونلاين ستور، تاخدي ال ايه علا. طب اسال انا عايزه يا علا. ده خامس تليفون. ايوه مساء الخير يا علا. مساء النور يا رضوى. ازيك انت يا روحي؟ كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه، ربنا يخليك. ايه اكتر حاجه لفتت انتباهك في الكولكشن اللي احنا شفناه ده في التصميمات؟ عاجبني قوي الكومبينيشن بين الجلد والفر. يا ولد شفت انا قلت لك. طيب يا روحي مبروك عليكي. خامس قسيمه من بيزك اونلاين ستور. هسال سؤال واخد التليفون. استاذ بعد اذنك استاذ حاجه. ده ليه عامله جاكيت بس؟ يعني ليه مش عامله مثلا كروب مثلا؟ ممكن يبقى بوليرو او جاكيت مع مثلا حاجه للرجل كده، واحد يلبس من هنا اسود واسود لا هو ممكن اعمل منه اي حاجه، بس انا هقول انا هعمل من الفارو ديزاين معين. اوكي، لان الفارو اول حاجه انا لو هجيب بكميه اللي موجوده في السوق، مش هتبقى كميه كبيره، لان هو البرودكشن بتاعته ما بتبقاش معموله هنا.
اوكي فانا بضطر اجيب الكميه الموجوده، فانا هعمل بيهم ديزاين اللي ينفع، اللي ينفع يتعمل بيه. فما ينفعش اعمل كذا ديزاين من نفس الحاجه، لان انا كده هبقى بيع مثلا 3 جاكيتات و 3 توبس. ف I'd rather اعمل يعني افضل اني اعمل الحاجه كلها حاجه واحده. تنورتينا النهارده، ميرسي جدا. وهنا هاخد التليفون، انا بسلم على الست، تعالي ناخد التليفون واسلم عليك. مين معي؟ الو، كنت مش سامعة. طب فاصل. انتي نورتينا النهارده، انا مبسوطه جدا ببيزك اونلاين ستور، لانه وهم بيوروني الصور انا مش بهزر والله، بكلم بجد مش بجاملك يعني، وانا مش بعرف انافق حد. انا حسيت انه التصميمات بتاعتك على الخامات اللي انتي عاملاها حاجه زي البراندز العالميه، زي جوتشي، زي والله عايزين بكلم جد. استمري وبرافو، وانت لسه صغيره، سألك على سنك في الفاصل، لسه صغيره، ركزي في شغلك وتبقي زي الفل. معنا اخر تليفون ولا نحول على السوشيال ميديا؟ انا انا مش سامعه. الاء حنان، حنان معلش. ايوه يا حنونه، حنان. ايوه، ما انا عارفه، انا عارفه حنان. حنان انا عارفه يا نونو. ازيك حبيبه قلبي، عامله ايه؟ انا الحمد لله كله تمام، كله تمام. حنونه، احنا شفنا حاجات بتاعت بيزك اونلاين، منوره والله. انا جميله، جميله قوي ما شاء الله، جميل. طيب يا حبيبتي خليكي معايا، مبروك عليكي. انا اسفه مضطره اقفل كده مره واحده، لان الحاجات داخله في الحاجات. اخر اسيمه من بيزك اونلاين ستور، نورتينا. ثانك يو. وكملي وركزي واستمري. حاضر، ماشي اوكي. شهادتي يا زاد، خليكم معانا ومازلنا معاكم وهي وبس.